اكتب العبارة دي ضرب 4 دي للقوة 4 الكل مرفوع للقوة نصف بصورة عبارة جذرية. مفتاح حل المسألة هنا هو أنني إذا رفعت عدد ما للقوة نصف فهذا يعادل أخذ الجذر التربيعي لهذا العدد. دعونا نطبق على العبارة التي بين أيدينا 4 دي للقوة 4 الكل مرفوع للقوة نصف. إذن هذا الجزء دعوني أكتبه بلونين مختلفين. إذن لدي دي هنا وكذلك لدي 4 دي للقوة 4 الكل مرفوع للقوة نصف، وهذه عبارة عن الجذر التربيعي لأربعة دي للقوة أربعة، وقد وضحت في عروض أخرى أن هذه كلها من خصائص الأسس. الآن نحن نعرف كيفية تبسيط هذا، وما نبحث عنه هو الجذر التربيعي لهذا. إذن دي الجذر التربيعي لأربعة ضرب الجذر التربيعي لدي للقوة أربعة. الجذر التربيعي لأربعة هو 2، ولدينا خارج الأقواس هذه الدي، والجذر التربيعي لدي للقوة أربعة، أو يجب أن أقول الجذر التربيعي الموجب لدي للقوة أربعة هو دي للقوة 2 أو دي تربيع، ولا يتوجب علينا أن نضع رمز القيمة المطلقة، لأنه حتى لو كانت قيمة دي سالبة فمربعها سيكون قيمة موجبة. وإذا كانت هذه دي تربيع بالتالي علينا أن نفكر بالقيمة المطلقة لهذا. ثم لتبسيط هذه لدينا 2 ضرب دي تربيع، وعندما نضرب عبارات الدي ببعضها يكون الناتج دي للقوة 3، فيكون الناتج 2 دي للقوة 3. ويوجد طريقة أخرى يمكن اتباعها، وهي أن تستخدم خصائص الأسس مباشرة، فيمكن أن تقول أن هذا يساوي دي ضرب نضعها داخل أقواس. إذا أوجدنا ناتج هذه ومن ثم رفعناها لقوة معينة فهذا يعادل رفع كل عبارة على حدة لتلك القوة، ومن ثم نأخذ الناتج. جميع الطرق ستؤدي إلى نفس الناتج، وسأعيد كتابة هذا الجزء هنا بصورة 4 للقوة نصف ضرب دي للقوة 4 الكل مرفوع للقوة نصف. وأربعة للقوة نصف عبارة عن الجذر التربيعي لأربعة وهو 2، ودي للقوة 4 الكل مرفوع للقوة نصف هو مرة أخرى يمكن استخدام خاصية الأسس التي مضمونها إذا كان لدينا عدد ما مرفوع لقوة والمقدار كله مرفوع لقوة أخرى، فهذا يساوي الأساس نفسه مرفوع لحاصل ضرب القوتين. دعوني أبرهنها في دروس لاحقة. إذن هذه العبارة ستساوي دي للقوة 4 ضرب نصف. إذن دي للقوة 4 ضرب نصف كم ناتج 4 ضرب نصف؟ إنه 2، إذن يمكن تبسيطها مرة أخرى فتصبح دي ضرب 2 ضرب دي تربيع وتساوي 2 دي للقوة 3.